بوابة الشر الأعظم خلاص هتتفتح. النهاردة قررت أخدك في رحلة مرعبة لحد الحرب الأخيرة ما بين الخير والشر من داخل إطار مسلسل المداح أسطورة العودة. أهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة. ياريت قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة أول بأول. بتبدأ رحلتنا النهاردة من عند الشيخ غنيم الجد الكبير لصابر، واللي بيبدأ يكشف له إن الورث هو السيف الحقيقي، وبيبدأ كمان يوريله لقطات من حرب قديمة جدا بين نسل البشر وبين سميح الجلاد والجن. وهنا نبدأ نفهم حاجة مهمة جدا، إن شخصية سميح الجلاد بتمثل إبليس اللي ربنا جعله من المنظرين، يعني اللي هيفضلوا على الأرض لحد نهاية الزمان وقيام الساعة. والحرب اللي انت شفت لقطات منها دي هي حرب ما بين الإنس والجن، حصلت في بداية الزمان لما مهلائيل حفيد سيدنا آدم بدأ يعمر الأرض وعمل 7 ممالك ومدن وبقى حاكم عليهم، وبنى مدينة بابل وصنع الرماح والسيوف وبقى فيه حضارة. وقتها إبليس جمع جيش من الغيلان والمردة وشياطين الإنس وحارب جيش مهلائيل علشان يكون لوحده على الأرض ويهدم الحضارة، لكن مهلائيل وجيشه انتصروا. وفي نهاية الزمان هتحصل معركة جديدة كبيرة، وهتكون برضو بالسيوف والأسلحة القديمة، لأن هيخرج جيش كبير جدا من أحسن الجنود ويفتحوا القسطنطينية. وبعد ما هيفتح الجيش هيعرفوا ان الدجال خرج، فهيروحوا علشان يحاربوه، وهنا هينزل سيدنا عيسى عليه السلام وهيقتله. وبيقال ان سيدنا عيسى عليه السلام هيستخدم لقتل الدجال سيف الرسول عليه افضل الصلاة والسلام اللي اسمه السيف البطار، واللي معروف ان هو سيف الانبياء، ولكن الله اعلى واعلم. وعلشان كده بيشير المسلسل لان الورث هو السيف. وبتبدأ تيجي للمداح رسالة مهمة جدا على لسان امه، وبتقوله انها شافت قائد عظيم على جيش من المؤمنين وفي ايده سيف كبير جدا، وده اشارة لمستقبل المداح. ومن ناحية تانية بينجح الشيطان في انه يلعب بعقل منال الباطن ويبثلها رسائل مكررة فيها قتل وانتقام، وده اللي خلى منال متوترة وبتقرر تقتل زين من غير تفكير. لكن لحسن الحظ ان الرؤية بتاعت حسن بتنبهه لان منال بتعمل حاجة هتضرها وبيقدر ينقذها، وما يعدهما الشيطان إلا غرورا. خلال رحلتنا النهاردة بتظهر نهايتين، نهاية الشخص اللي كان بيعبد الشيطان وهو زين، اللي لقي نفسه بيخسر في الآخر كل حاجة، ولما قرر يتوب ويرجع لربنا بيظهروا له نمرود الشيطان المكلف بعقود بيع الروح لإبليس وبيقتله علشان خلف اتفاقه مع إبليس. وقبل ما زين يموت بيقول أنا خدام الشيطان، وده لأن عاش عمره كله على باطل وكان طبيعي يموت على باطل. ونهاية طريق جميل اللي عاش طول عمره بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولما ربنا ابتلاه بعد عنه شوي، لكن رجع للحق في النهاية زي ما كان عايش طول الوقت على حق. وبيظهر النمرود وقت صلاة صابر بأهله ومش بيقدر يقرب منهم، وده دليل على ان القرب من ربنا سبحانه وتعالى من اهم التحصينات. اما بقى حراس السيف في خطر كبير جدا. بيبدأ النمرود يقول لسميح جملة مرعبة جدا، وهي ان في حراس للسيف ومش هيسمحوا لحد يقرب منه، وده بيدل على ان في قبيلة من الجن المسلم القوي جدا بيحرسوا السيف، وده شرح الاحداث المسلسل والله اعلم بالحقيقة. وعلشان كده سميح الجلاد والنمرود قرروا انهم يسهلوا الطريق للمداح علشان يوصل للورث، علشان يقدروا ياخدوه منه لانهم مش هيقدروا يتحدوا القبيلة اللي بتحرس السيف. اما الصقر وعلامة السهم كلها اشارات وصلت صابر لمكان السيف، وعلامة التعبان اللي كان موجود على الحيطة قريب من السيف بتشير لسيدنا موسى عليه السلام وقدرته على هزيمة الصحراء. اما البصمة اللي داس عليها المداح وفتحت بتدل على ان التكنولوجيا القديمة في مصر القديمة، وان الناس دول وصلوا لتقدم علمي رهيب جدا. ومجرد ما داس المداح على البصمة ظهر ليه مجموعة كبيرة جدا من التعابين، ودول هم قبيلة حراس السيف من الجن المسلم. وعلشان كده بدأ صابر يكلمهم عن عهد سيدنا سليمان عليه السلام اللي أخدوا على الجن، ولأن المداح هو المختار قدر يوصل للسيف وهيحارب بيه الجن وأولهم النمرود. أما بقى رحاب
فبتمثل دايما الشخصية الأنانية اللي بتمشي ورا شهواتها، وعلشان كده ما كانش صعب سميح يلعب عليها. رحاب سرقت من صابر الكتاب اللي خده من بيت داود، وهي عارفة ان هو كتاب سحر، ولكن سميح استغل جهل رحاب وفهمها ان السحر هو القوة والعلم، وقال لها انت بعد كده الناس هتخاف منك لانه هيحولها لساحرة. ومجموعة الحروف والأرقام اللي سميح خلى رحاب تتعلمها جزء من السحر، وده لان الحروف والأرقام لما تتجمع بطريقة معينة بيعرفها السحر بتكون نداء للشيطان علشان يحضر. نيجي بقى دلوقتي لأخطر جزء في رحلتنا. بعد ما عماد اتكشف قدام سميح الجلاد، قرر سميح الجلاد يخلص عليه، لكن بتظهر تاج وبتنقذه، فسميح بيقول لها بتخوني بني جنسك علشان المداح، وهنا بيدل على ان سميح الجلاد اسقاط على الشيطان اللي بيقال انه قرين الدجال، وانه كان ده شيطان بيمهد الارض لخروج الدجال. وهنا نيجي للبوابة اللي عليها رمز عين، واللي بمجرد ما بيشوفها خضر بيخاف وبيقول ان ده الشر الاعظم. البوابة دي اشارة واضحة على الدجال، وفي ناس بتقول ان على الرغم من ان الدجال مسجون في جزيرة على الأرض، لكنه محجوب عن البشر بشكل ما، وكأنه موجود في مكان تاني البشر مش هيقدروا يوصلوا له، والله أعلى وأعلم. البوابة دي اللي هتكون فاصلة ما بين البعدين، وهيخرج الدجال للنور وهنقدر نشوفه. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص بوابة الشر الأعظم بعد ما اتفتحت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول.